السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات عليكم جميعا. استكمالا للتوبك اللي كنا اتكلمنا عنه اللي هو موضوع الإبداع والابتكار والاختراع، فجميل ان احنا نتكلم عن الموضوعات دي واهميتها طبعا في قطاع الأعمال، وازاي احنا كمؤسسة او كمنظمة او شركة ان احنا فعلا ننمي يعني ونأسس لثقافة ترعى الإبداع والابتكار والاختراع ايضا في بيئة العمل. ده طبعا بيأتي من الاستراتيجيك بلان، الخطة الاستراتيجية تبع المنظمة ان هي تهتم بعملية الإبداع والابتكار والاختراع، اللي طبعا بتتحول الى يعني الفور برسبكتيفز زي ما احنا عارفين طبعا، اللي هي الجانب المتعلق بالأمور المالية. فلازم يكون في بادجت ويكون في فاسيليتيز ويكون في اكويبمنت ويكون في ارياز بتنمي الإبداع والابتكار والاختراع. ايضا الجانب المتعلق بالكاستمر، لابد ان احنا نهتم بتحسين يعني ارتباط العملاء ورضاهم عن خدماتنا ومنتجاتنا، فلابد ان احنا يكون ايضا في تأسيس للكاستمر انجيجمنت من خلال الكاستمر سنتريسيتي، التركيز على العميل، وايضا الكاستمر اكسبيرينس امبروفمنت، تحسين تجربة العميل. وده هيؤدي طبعا ان احنا ننطلق الى المحور الثالث في الاور استراتيجيك بلان من البالانس سكور كارد، وهو طبعا جانب الانترنال بروسيسز اللي هي العمليات الداخلية. لابد ان يتم تطوير لكافة العمليات والاجراءات الداخلية للشركة بما يساعد على الابداع والابتكار والاختراع. واخيرا الجانب الليرنينج اند ديفلوبمنت، او اللي احنا بنسميه الكالشر، الاورجانيزيشنال كالشر اللي هي البيئة الثقافية التنظيمية، لابد ان هي ترعى عملية الابداع والابتكار، فيكون في برامج تدريبية ويكون في ايضا اهتمام بحضور الملتقيات والمؤتمرات المحلية والعالمية اللي توجه منسوبينا إلى الإبداع والابتكار والاختراع. ولابد أن البالانس سكور كارد هذه تترجم إلى يعني operational plans على اليونتس وعلى الديبارتمنتس، خطط تنفيذية وتشغيلية على الوحدات وعلى الأقسام وعلى الإدارات وحتى على مستوى فرق العمل بل والأفراد، بما يعني يكون دليل إرشادي وعملي للفرق وللأفراد، من ناحية مثلاً نحن يكون عندنا كومبتانسي موديل، نموذج للجدارات الوظيفية اللي بتركز على الإبداع والابتكار والاختراع، وأيضاً يكون لدينا يعني بيرفورمانس مانجمنت، إدارة للأداء داخل المنظمة تحفز العاملين والأفراد والموظفين إلى الإبداع والابتكار والاختراع، وايضا من خلال وضع ميجرمنتس في شكل مثلا كي بي ايز او غيره، ويكون في ايضا انيشيتيفز، مبادرات يقوم بها الافراد والفرق لتعزيز نتائج الابتكار والاختراع والابداع في المنظمات والشركات. بكده هيكون فعلا احنا عندنا اطار عمل متكامل يؤسس الى ثقافه الابداع والابتكار والاختراع في مؤسساتنا ومنظماتنا، ونسعد بالنتائج اللي ان شاء الله هتتجاوز توقعات all the stakeholders، وحيكون عندنا delighted stakeholders and engaged stakeholders. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.